اخواني في الله، السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد على قناه فكره ديكور. كما تعرفوا لهنا يعني قرب عنا الشتاء وابتدى البرد، دائما نغيروا زيت المحرك في السيارات نتاعنا. مش ندخل بالسياره ونغير لها الزيت، قلت نعمل لكم فيديو ونوريكم للناس اللي تحب تغير الزيت في السياره نتاعها لوحدها. ممكن تاخذ من يعني فكره وتتعلم تولي تغير لوحدها، لانه طريقه سهله ياسر، ما تحتاجش انك تروح على من اجل تغيير الزيت الى مصلح ولا غيره اذا كانك تحب تعمل بنفسك. بالنسبه للزيت لهنا اللي مش نركبوه فيها، مش نصبوا فيها الزيت هذايا، الزيت هذايا اللي هو كما تشوفوا 5W30، شفتوه. والفلتر نتاعنا كما تشوفوا لهنا، هذا هو الفلتر نتاعنا ان شاء الله اللي مش قوموا بالتركيب نتاعو. لهنا كما تشوفوا من تحت عندنا البرغي هذايا اللي يفتح وينزل عن طريقه الزيت من تحت، نقوموا بالفتح نتاعو واحده واحده كما تشوفوا الان. نفتحوا البرغي هذايا وينزل الان ان شاء الله الزيت، نحطه وعاء مفتوح يعني حتى لين ينزل فيه زيت باش ما يقطرش على الارض. اوب شفتوه، راح الزيت نزل القطعة والزيت بينزل على روحه واحدة واحدة ان شاء الله. الان بيرجع بينزل وبنرجع. فما طريقة سهلة ياسر نشيلوا بها الفلتر القديم بسهولة، الان بوريها لكم كيفاش ان شاء الله. اللي هي الطريقة كما تشوفوا، ناخذوا قطعة متاع كما نقولوا احنا ورق صنفرة. الورق الصنفرة لما نمسكوا به الفلتر من ناحيتين باثنين ايدي بيمسك فيه ما يخليهوش يدور فيه، يعني ما بينزل. الفلتر كما تشوفوا متاع الزيت سهل ياسر يعني بنشيلوه، اذا كانت تستعملوا ورقة متاع الصنفرة بسهولة بتشيلوه. خلاص شلناه، هذا القديم ان شاء الله. كما تشوفوا الزيت فيه ازود لان لهنا نمشي بالغاز السيارة. هنا كما تشوفوا بعد ما نفتحوا من تحت ويبدا الزيت ينزل، نقوموا بالفتح متاع الوحدة هذه باش يتعدى الهواء ويضغط على الزيت كامل باش ينزل لتحت يخرج من المكان متاع البرغي اللي تحت ان شاء الله. هنا كما تشوفوا بعد ما كملنا الزيت الكل وشلناه، ناخذوا البرغي اللي بيقفل من تحت المحرك المكان نتاع الزيت اللي هو هذا، ونرجعوا نركبوه في المكان نتاعو من تحت كيما شفتوا الان. لهنا اخواني كيما تشوفوا من بعد ما كملنا ركبنا من تحت البرغي اللي يقفل البادون نتاع الزيت، توا مش نركبوا الفلتر الجديد اللي تشوفوا فيه الان هذا. الفلتر الجديد دائما نعبيوه بالزيت قبل ما نركبوه. علاش؟ لانه لما نعبيوه بالزيت في اول تدويره للمحرك يكون فيه الزيت، المحرك ما يشتغلش بدون زيت شويه فتره متاع 2-3 سكندات، يشتغل دائما الزيت موجود في الفلتر طوالي بيمر للمحرك. دابا كيما شوفوا الان كيما شوفوا هكذا نعبيوه الزيت في الفلتر. خلاص شفتوه بيشرب، بنزيده شوية. يعني من الأحسن ما نقوموش بتركيب الفلتر ناشف شايح، يعني كما نقولوا احنا هوني سخوي، ومن بعد نقوم نصب بصب الزيت، لأنه لما ندور من بعدين المحرك حتى ما يتعدى الزيت من الفلتر ويمر بدور المحرك بدون زيت، فهمتوني؟ من الأحسن دائما نعبيو الفلتر بالزيت من بعد نركبوه. كما تشوفوا الآن التركيب سهل ياسر كما وريتكم كما شلناه، لأنه هنا ممكن ما يظهرش لأنه بظلمة شوية المكان، طوالي بيدخل هكذا ويركب في المكان نتاعو بيدور وخلاص. من بعد ما قمنا بعملية التركيب نتاع الفلتر نفتحه من فوق الفتحة هذه هنا ونقوم بالتعبئة نتاع الزيت نتاعنا ان شاء الله واحدة واحدة. نعبي يعني الكمية الموجودة في المحرك المطلوبة من المصنع. لهنا السيارة اللي عندنا كما تعرفوا اوتلندر XL 2.4، المحرك نتاعها 2.4 لتر. دائما انا ما نصبش بالعين، نصب بالكمية اللي بمصي بها المصنع، عندي الجدول هذايا. فما ناس تصب وتشوف في يعني التابلو دبور وقت اللي تشغل السيارة، لا احنا دائما نصب، انا سياراتي كلهم نصب فيهم الزيت بي يعني مثل ما يكون مكتوب من المصنع. المصنع كاتب انك تصب 4.4 لتر، صب 4.4 لتر، لانه اذا كان تعطيها زيت قليل ما هو حلو للمحرك، واذا كان تعطيها زيت اكثر كذلك نفس الشيء، حتى ولو تصب الزيت اكثر من اللازم بيخرب كذلك المحرك، موش جيد. بارك الله فيكم. قوم بعملية التشغيل متاع السيارة. خلاص الان الزيت بيدور في المحرك، بعدين بنشوفه ممكن نعمله الكنترول. ركبناه ونقوم بالسحب المرة الثانية ونشوفه.
شوفوا هذا هو الزيت متاعنا كما تشوفوا نورمال. لان اخواني كما تشوفوا من بعد ما قمنا بتغيير الزيت شنو هو لازم نعمله في السيارات هذه لو تلاندر اكسل، عندنا الطريقه نتاع عمليه يعني نرجعوه للصفر حتى لما يوصل للوقت المحدد بيعطينا السيجنال انه لازم نعملوا سيرفيس نعاودوا نغيروا الزيت. فما ناس تغير بالكيلومتراج، انا نغير بالسنه لانه السياره هذه ما نطلعش بها دائما الا في الشتاء. الان بوريكم كيف. اول حاجه نحطوا المفتاح نتاع السياره في الدوره الاولى، شفتوها لهنا خلاص بن 6 تحولت ل 12 شهر. بعد 12 شهر باذن الله بيعاود يكتب لي سيرفيس لازم تغير الزيت من تحت، وتقدر تعمله بالكيلومتر. لهنا اخواني نشوفوا مع بعضنا دائما للنظام نتاعكم. انا دائما عندي كراس، الكراس هذايا نكتب فيه الاشياء اللي نعملها في كل سياره، كل سياره فيها الكراسه نتاعها. لهنا كيما تشوفوا نكتب الداتا ونكتب شنو صبيت، قداش عندي يعني برابي، قداش مشات السياره عندي بواسطه يعني سبيدومتر، ونشوف نكتب النوع نتاع الزيت والاسم نتاعه والشركه نتاعه وقتاش تصنع، ونفس الشيء نكتب النوع نتاع الفلتر والشركه نتاعه وغيره، كل شيء نكتبه في الكراس عندي. من بعد حتى ولو نبيع السياره اللي نبيعها له نعطيه الكراس نتاعها، يولي يعرف هو اش لازم يعمل وما يعملش. فهمتوني؟